أعط الخبز السباكة. موعد الدكتور بكرة الساعة 5:30، وبعد 4 أسابيع رحلتنا. يبغالي أذكر حريص بالجوازات. ألو حريص يا ولدي، لا تنسى تودي الجوازات للسفارة، ترى الفيزا تحتاج أسبوعين. ليلة خميس طرز بها نور القمر ترن شط البحر، والليل من فرح وعريس. ليلة خميس ترن، ليلة خميس، ليلة خميس طرز بها نور. وش عندك يا العندليب طاير انت واللمبات؟ وراك ما جبت الكهربائي بدل ما تقعد تنافضك ضيع. يا عم بحريص ارحم والديك، رفيقة الدرب، سيارة العمر بكرة بتوصل. أقول أد الخبز الخبازة يا خبير. أفا وأنا وين رحت؟ أنا خبازة ونجارة وسباكة بعد. خليك عندك أنا أجيك، لا تسوي لنا مصيبة بعمرك. ألو حريص يا ولدي، مر على الكهرباء يجيبه وتعال. خبيص وينك؟ هنية هنية يا عم هنية. أنزل أقول أنزل. باقي لمبة، باقي لمبة بس وخلص. كلمت حريص يجيب لنا الكهربائي. باقي لمبة، خلنا ركز يا عم بحريص. انتبه يا ولد. ما في داعي، ما في داعي، طالما اني خبيص المحترف الموجود. كلها ذواني والليلة تنور معك. خف علينا يا أديسون. وش سويت؟ خربت ايش الكهرب؟ لا لا ما عليك ما عليك، بسيطة، إصابة ملاعب، خل الروتين تحصل في أحسن العائلات. يا ولد الكهرب ما هي لعبة، ننتظر الكهرباء يحسن. بسيطة يا عم، انطقطق الفيوز واحد ورا الثاني وبيشتغل. ما أقول غير الله يعدي الليلة هذه على خير. أشوف الكهرباء ما اشتغلت. أجل أكيد من الفيوز اللي داخل الفيش. شفت كيف؟ خبراتي لا تخطي، الفيوز احترق، وصلت قصدي، توفي بالغرض، ونرجع الاسلاك بكل حرص. لازم تكون هنا حريص يا عم ابو حريص. انتبه يا خبيص، الاسلاك كلها مكشوفة. ما عليك يا عم ابو حريص، اليابان لو عليهم يستعينون بخبراتي. ونشغل اللمبات اشتغلت. لا تبلسنا بعمرك، ما بقى غير لمبة الجوال ما حرقتها، والله انك بلشة. بسيطة بسيطة، خبيص الخبير بيحلها. لا والله الخبير اللي يبي يجيب خبرنا. الو شركة الكهرب، ببلغ عن عطل لو سمحت. تيوتا حافظ عليها بصيانة بلدها.